صباح الخير فلاديمير، كيف حالك؟ اليوم يا فلاديمير بدي أعلمك تكتب اسمك بالعربي. رح نكتبه بين السطرين بالقلم الأزرق. أنا رح أحط نقطة، هيدي نقطة الانطلاق، يعني أنت دايما بدك تبلش من هيدي النقطة. فإذا من النقطة الزرقاء بطلع ببروم على السطر اللي فوق، بنزل بسكر الدائرة، بعمل إيد، بطلع خط عمودي طويل وبنزل على نفس السطر وبعمل ايد. من فوق يا فلاديمير بدك تنزل خط مائل لتحت. فاذا هيدا حرف الف له ثلاث نقط، هيدي اللام وهيدي الا. بعدين من فوق كمان بنزل خط مائل وبعمل ايد، هيدا حرف الد. من فوق يا فلاديمير بدك تعمل خط عمودي صغير، بعمل ايد وبوقف. من الخط اللي تحت بطلع خط مائل، بنزل ببرم وبسكر، بعمل ايد، بطلع خط عمودي صغير، بنزل على نفس السطر، بعمل ايد، وبنزل بكتب حرف الراء، بزحت على السطر مثل التوبوغان. هيدا الخط العمودي الصغير له شخطة تحت، هيدا حرف الياء اي، وهيدا كمان حرف الياء اي له شخطة تحت. فاذا فلاديمير انا رجعت حطيت لك الاسهم كرمال ما تنسى الطريقة اللي بدك تكتب فيها اسمك. فاذا مثل ما قلنا بالاول، من النقطة الزرقاء بتبلش تكتب اسمك وبتلحق الاسهم يلي انا حطيت لك اياهم. اوكي فلاديمير، كل يوم بدنا نكتب اسمنا مع مامي وبتبعت لي اياهم على الشات تيمز. الى اللقاء.